مع حضراتكم فقرتنا المحلية من مباريات اليوم. النهاردة ختام مباريات الدوري العام المصري للموسم الحالي، خلاص انتهى الموسم، هتقام 8 مباريات النهاردة ضمن منافسات الجولة الـ 34 للدوري المصري. وتعالوا نستعرض مع حضراتكم المباريات. الساعة 4:30 يكون عندنا 3 مباريات، الأهلي وسيراميكا، وهتكون طبعا هذه المباراة الأكثر طبعا مشاهدة في الساعة 4:30، والمباراة الثانية البنك الأهلي وإمبي، وايضا سموحه في مواجهه قويه مع فاركو في نفس التوقيت. الساعه 6:30 تكون في مواجهه قويه بين الاسماعيلي وطلاع الجيش، واذا قدر ان هو يفوز نادي طلائع الجيش هيكون في المركز الرابع. غزل المحله الساعه 9:30 هيواجه فريق الاتحاد السكندري، وفي نفس التوقيت في كل المباريات القادمه المقاولون العرب والمصري، والزمالك في مواجهه قويه امام ايسترن كومباني بشباب نادي الزمالك اليوم طبعا متصدر جدول الدوري حتى الآن والفائز بلقب الدوري، وفي المواجهة الأخيرة بيراميدز في مواجهة الجونة الساعة 9:30. أيضا شفنا 8 مباريات مع حضراتكم، استعرضناها طبعا مباريات قوية، لكن خلاص انتهى الأمر وقضي الأمر. نادي الزمالك هو بطلا للدوري الموسم الحالي الموسم الثاني على التوالي. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم النهارده، اخر ايام الدوري المصري الموسم الحالي، يعني واحد من اطول فعلا المواسم في تاريخ الكره المصريه، لكن موسم فعلا كان مليان، يعني صراحه كان مليان بالمتعه والاثاره. شفنا نسخه في منتهى القوه بصراحه من الدوري المصري، يعني في مباريات كتير جدا كنا بنتفرج عليها ومش عارفين مين اللي هيكسب كمان، يعني الفرق فعلا اللي صعدت حديثا للدوري الممتاز سواء فريق فيوتشر أو فريق فاركو، يعني قدموا موسم مميز جدا شفناه هذا الموسم، خصوصا فريق فيوتشر كمان اللي هو قدر ان هو يتأهل لبطولة طبعا الكونفدرالية الإفريقية في أول موسم ليه كمان في بطولة الدوري مع كابتن علي ماهر. أيضا يعني عايز أتكلم عن صراع القمة في الموسم الحالي، كان في إثارة كبيرة جدا حتى الرمق الأخير بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، وفي النهاية قدر نادي الزمالك زي ما قلت لحضراتكم عن جدارة واستحقاق فعلا يحرز لقب الدوري المصري للعام الثاني على التوالي. كمان فريق طلائع الجيش اللي عايز اتكلم عليه ان معناه كابتن طارق العش يقدم موسم تاريخي فعلا معنى الكلمه، لو قدر النهارده كمان زي ما قلت لحضراتكم ان هو يكسب نادي الاسماعيلي في المباراه هيكون بيخطف المركز الرابع من فريق فيوتشر، وبيختم مشواره طبعا في الدوري بهذا المركز وهو في المربع الذهبي، طبعا انجاز كبير جدا للكابتن طارق العش. اخيرا صراع الهبوط ايضا كان يعني قوي جدا شفناه حتى الرمق الاخير، يعني لعبه الكراسي فعلا الموسيقيه في الاسابيع الاخيره بين اكتر من نادي، ويمكن زي ما حضراتكم عارفين خلاص نادي مصر المقصه وايسترن كومباني هبطوا رسميا بشكل رسمي للدوري القسم الثاني، وباقي بقى نادي واحد فقط من انديه الجونه والمحله والمقاولون العرب هو اللي هيكون هيهبط منهم فريق واحد لدوري القسم الثاني، وده اللي هيتحدد بعد ماتشات النهارده. خلاص احنا في الجوله الاخيره هيتحدد مين الفريق الثالث اللي هيهبط. كمان مع نهايه النسخه الحاليه من الدوري عايز اتكلم يعني عن اثنين من النجوم اللي عملوا تاريخ كبير جدا، يعني ليهم مع مختلف الانديه اللي لعبوا ليها واعلنوا خلاص اعتزالهم لكره القدم بعد مشوار كبير وحافل طبعا بالبطولات للثنائي، سواء الكابتن وليد سليمان نجم النادي الاهلي اللي قدم مسيره رائعه سواء مع بتروجيت وبعديها مع امبي، وطبعا عمل تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي واصبح واحد فعلا من النجوم الكبار في تاريخ الكره المصريه، والنجم الاخر هو الكابتن محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك السابق ونادي الاتحاد السكندري الحالي اللي قدم موسم تاريخي ورائع بمعنى الكلمه مع الانديه اللي لعب ليها في الدوري طوال الفتره الاخيره. كمان حطم يعني ارقام قياسيه كبيره جدا باستمراره في الملعب لغايه سن في الفتره الحاليه، يعني محمد عبد المنصف 45 سنه فبسم الله ما شاء الله، وكان بيقدر ان هو يعني يحمي عرينه بمنتهى القوه والاخلاص في السنوات الاخيره. في الاثنين نجوم دول اللي انا ذكرتهم لحضراتكم نقول لهم شكرا على كل اللي قدموه في مشوارهم مع كره القدم، يعني اجمالا فعلا كان موسم مميز جدا وكان فيه اجابات كثيره جدا، وعلى راسها طبعا عوده الجماهير للمدرجات، ونتمنى ان شاء الله الموسم اللي جاي ان يكون في انتظام اكتر لمسابقه الدوري. كلنا عارفين خلاص ان رابطه الانديه اعلنت النسخه الجديده من الدوري العام المصري هتبدا في منتصف اكتوبر القادم وهتنتهي في شهر يونيو 2023 عشان ينتهي بقى الدوري بتاعنا مع كل دوريات العالم في الفتره المقبلة إن شاء الله بإذن الله، يعني نتمنى التوفيق إن شاء الله للكرة المصرية والموسم القادم يكون مليء أكتر بالإجابات، وكل التوفيق لكل الأندية المصرية.